معنا. نقطة حوار جديدة مع محمد عبد الحميد، أهلا بكم. في العراق نقوم بما يجب علينا القيام به، وفي أفغانستان نقوم بما نقدر عليه. مقولة مايكل مولن رئيس أركان الجيوش الأمريكية استرجعتها سريعا فور الإعلان عن قرب بداية مفاوضات رسمية ما بين واشنطن وطالبان وفتح مكتب سياسي للحركة في الدوحة. ما تقدر عليه الولايات المتحدة الآن وما ترغب حتى في القيام به يبدو أنه يتضاءل بعد سنوات طويلة من حرب كلفتها أموالا وأرواح. أساس المفاوضات بالنسبة لواشنطن هو فك الارتباط ما بين الحركة والقاعدة وتقبل دستور البلاد والتعهد بحماية وصون حقوق المرأة والأقليات. عين واشنطن ربما تنظر بعيدا لانسحاب يقترب ميعاده وتريد جعله آمنا سريعا قدر الاستطاعة. طالبان أساس تفاوضها هو إنهاء الاحتلال وتقول إن الحرب مستمرة ما لم ترى نتيجة حقيقية على الأرض. أما عينها هي الأخرى فربما تنظر لاعتراف دولي تبتغيه كبديل لحكومة كارزاي التي تقول إنها دمية ترفض الجلوس معها لكنها تقبل أن تجلس مع من تعتقد أنه يحركها. غريب، لكن الأمر يطرح إشكالية أوسع. وما إذا كانت واشنطن قد تجد نفسها مضطرة محتاجة في مستقبل قريب أو بعيد للحديث مع جماعات مشابهة، جبهة النصرة، دولة العراق الإسلامية، أو حتى قاعدة اليمن. من انتصر في أفغانستان؟ الولايات المتحدة أم طالبان؟ لماذا تقبل واشنطن التفاوض مع الحركة؟ هل تتخلى بذلك عن مبادئها وأهدافها؟ هل تمهد لعودة طالبان لحكم أفغانستان؟ بالمجمل، هل تعي واشنطن ما حدث وتتخلى عن سياسة التدخل العسكري الخارجي مستقبلا؟ شاركوني حوار اليوم هاتفيا على رقمنا المعتاد 00442077650211 ونصيا على رقم 00442739404. كذلك عبر موقعنا bbcarabic.com أو صفحاتنا على تويتر وفيسبوك أو حتى صفحتي الشخصية على تويتر محمد عبد الحميد BBC. بالتزامن زميلي أحمد عبد الرازق يتابع الحوار إلكترونيا. يا أحمد. محمد، في معرض الإجابة على السؤال الرئيسي في حوارنا اليوم وهو من انتصر في أفغانستان، الولايات المتحدة أم طالبان، يرى جل المشاركين أن طالبان هي التي فازت بعد كل سنين الحرب في أفغانستان، لكن صديقنا عبد الباري له رؤية مختلفة وعبر عنها في مشاركة يقول فيها: قد لا نعلم من انتصر عين اليقين، لكن الخاسر الوحيد هو الشعب الأفغاني، فطالبان وأمريكا حداني لسيف واحد سالت به دماء ذلك الشعب البريء. سنعرض محمد لآراء متباينة خلال البرنامج، كما نعرض أيضا نتيجة استفتائنا لليوم وسؤاله: هل تعود حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان؟ إليك محمد. شكرا جزيلا يا أحمد، سأعود إليك لاحقا بالتأكيد، لكن بدايتنا أيضا تأتي من العراق التي شهدت الأخرى حربا أمريكية عام 2003، أي منذ نحو 10 سنوات تقريبا أو يزيد قليلا. سألنا مجموعة من أهل بغداد ما الذي حققته الولايات المتحدة من الحرب في أفغانستان؟ الإجابات جاءت كالتالي: هو أمريكا بلد محتل لأفغانستان، وليس بلد يعني جاء عن طريق الشرعية أو جاء عن طريق رغبات المجتمع الباكستاني. فأعتقد الاحتلال يترتب عليه جوانب سلبية كثيرة يعني، وإلا ماكو نظام في العالم، في كل العالم ممكن أن يستقر بوجود قوات أجنبية على أرضه. نفس الدمار اللي حققته بالعراق، أحزاب وقتل وتفليش بيوت ومجاعة. والله لحد الآن هو ماكو انتصار، الكل خاسر. ما حد أمريكا لحد الآن بدها تخسر جنود ومعدات، وطالبان لحد الآن يخسر مقاتلين وأرواح ناس. أكيد هي زحت طالبان عن سلطة الحكم بأفغانستان وسلمت السلطة اللي خلينا نقول لحكومة منتخبة من قبل الأفغانيين، ولكن على المستوى العسكري لا زالت طالبان تقاتل، مع العلم أنه بالإمكانات اللي موجودة لدى القوات الأمريكية قادرة على سحق أخطر تنظيم، إنما قادرة حتى على مواجهة الدول بأكملها. بالتالي
احس الموضوع يتعلق ب بعمليه توازن دولي بين تحقيق نصر عسكري وبين حل القضيه حل دبلوماسي سياسي، والكل طالما الموضوع هو بالتاكيد يخدم التوجه الامريكي او يخدم النظام الامريكي. تقصد يعني حرب 2001؟ والله يعني اكيد انه من ناحيه عسكريه فامريكا هي يعني القوى العظمى بالعالم، فاكيد من ناحيه عسكريه انه امريكا اللي انتصرت وحققت اهدافها، انه يعني قضت على حركه طالبان، يعني هي ما قضت عليها بشكل نهائي بس تقريبا حققت يعني جزء كبير من اهدافها، لانه تعرف انه افغانستان بذيك الفتره الحكومه طالبان كانت تعاون ويا تنظيم القاعده، وتنظيم القاعده يعني نفذ اعمال ارهابيه بالكثير من البلدان العالم والدول العظمى من ضمنها امريكا، وعليه فانه الحرب يعني ادت دورها يعني ما اقول لك بنسبه 100% بس يعني خلينا نقول اكثر من 50 الى 60% حققت نتائج. إذا الولايات المتحدة حققت الكثير من الأهداف في الحرب في أفغانستان كما يرى البعض، بعض الأصوات التي استمعتم إليها الآن، لكن بالنسبة للأفغان أنفسهم نتيجة الحرب كما كان الحال في العراق من وجهة نظر بعض العراقيين هي للأسف المزيد من الدمار والمزيد من الفقر. كيف تفكرون أنتم؟ من المنتصر في حرب أفغانستان تحديدا بعد الإعلان عن بداية محادثات مباشرة ما بين الولايات المتحدة وطالبان؟ معي مجموعة من الاتصالات الهاتفية، فارس ورياض وعلاء وعبد السلام. وعبد السلام أبدأ معه، ورأيك يا عبد السلام، يعني الآن الولايات المتحدة ستتحدث بشكل مباشر مع طالبان، من المنتصر في الطرفين برأيك؟ أنا سوف أبدأ ليس من المنتصر، لأن هناك قواعد اللعبة السياسية الدولية تغيرت. الذي أكبر أمريكا على التفاوض مع حركة طالبان هي الصراع الدائر الآن في سوريا وإعادة الصراع إلى بين الشرق والغرب، الشرق يمثله إيران، روسيا، الصين وما دار في فلكهم، والغرب بقيادة أمريكا وأوروبا. الذي أكبر أمريكا الآن للتفاوض مع حركة طالبان هي تريد أن تدشن عهد جديد مع التنظيم الدولي لجماعة القاعدة، ومن خلال حركة طالبان اعتراف بحركة طالبان في هذا التوقيت بالذات له علاقة بما يحدث في سوريا اليوم. طيب، لكن ده معناه أن المستفيد ببداية المحادثات سيكون الولايات المتحدة بشكل أو بآخر. ماذا ستستفيد طالبان؟ هل تحصل مثلا على اعتراف دولي برأيك في خطوة كتلك؟ هي طالبان قد تريد أن تدشن عهد أيضا جديد، ممكن تتخلى عن السلاح وتريد أن تؤسس إلى 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 قرار جديد من خلال تأسيس لها في مكتب، فتح لها مكتب في 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 قطر، من خلال انه ممكن تعود الى حكم افغانستان من خلال الاتفاق السياسي وليس من خلال الحسم العسكري. يعني فكرة العودة الى حكم البلاد واردة. دعني اسال رياض حسين من الامارات اذا كان يتفق معك في كون طالبان ربما تحصل على بعض المنافع او الفوائد من بداية هكذا محادثات. ألو، تفضل يا رياض. أيوة نعم أستاذ محمد. بالتأكيد إذا ما تخلت عن عمل العسكري فهو بعتقد هي هدف من أهداف أمريكا للجلوس إلى المفاوضات، سيكون لها شيء من الاعتراف الدولي ربما التدريجي حتى تكون شلون، وبالتالي عملية احتواء شلون لعمل لطالبان وفصلة بالتأكيد عن حركة القاعدة والآخرين الحركات المسلحة شلون التي تقاوم لنقل شلون أو هي ضد أمريكا. لكن هل تتفق مع الطرح الذي قاله عبد السلام في أن الذي حرك الأمر في ذلك التوقيت هو رغبة أمريكية ربما في التأثير على ما يدور في مناطق أخرى من العالم، هو أشار تحديدا إلى سوريا؟ لا، ما أعتقد أبدا الوضع كما هو في سوريا، لأنه علاقة في سوريا أمريكا تحتاج إلى التفرغ إلى مناطق أخرى، إلى القوى الصاعدة الآن مثل الصين شلون في آسيا، وطبعا صعود يبدو لنا أن روسيا قد صحت شلون التي هي حلت محل الاتحاد السوفيتي شلون، وهنالك شلون بالحالة هي لم تعد تحتاج إلى أفغانستان، حققت بعض الأهداف الاستراتيجية في أفغانستان شلون سابقا،
وربما زالت، وسوف تربط أفغانستان بمعاهدات أمنية وتسليح وإلخ، وبالتالي هي تكون بذلك قد احتوت احتوت المواقف شلون أفغانستان، وحولت من يعمل ضدها إلى ناس تابعين إلى أو في صفها لنقل شلون، وتبقى أمام شلون بعض المنظمات لنقل الإرهابية كما تسمى. هذه هم سيكون قادرون عليها. منظمات ربما تكون قريبة، ما تعني قريبة من فكر طالبان، ربما على الولايات المتحدة أن تتعامل معها هي الأخرى في المستقبل. هذه نقطة جيدة يا رياض، ربما نطرحها في حوارنا، لكن اسمح لي أن أتوجه عبر الأقمار الصناعية تحديدا إلى كابول. من هناك معي السيد حبيب حكيمي الكاتب والمحلل السياسي. نقاط كثيرة يا سيد حبيب، لكن أريد بداية أن أعرف رأيك أنت في العنوان العريض، من المنتصر؟ هذا سؤالنا. من وجهة نظرك من المنتصر، الولايات المتحدة أم طالبان؟ باعتقادي لا الولايات المتحدة ولا حركة طالبان حتى هذه اللحظة. من الصعب أن نحكم على المنتصر في هذه اللحظة. الولايات المتحدة تحاول تواجه مشاكل كثيرة في هذه الحرب، وقد وصلت إلى نقطة صعبة جدا الولايات المتحدة بعد هذه المرحلة. باعتقادي تعتقد أنها لا تستطيع أن تحل الأزمة الأفغانية بطريقة عسكرية وبقوة عسكرية، إنما تحاول أن تجد حلا سياسيا لهذه الأزمة، وتؤمن لنفسها خروجا مشرفا لقواتها من أفغانستان، وكذلك تحفز ماء الوجه. وحركة طالبان كذلك تعتقد أنها لا تستطيع أن تهزم الولايات المتحدة وحلفائها في أفغانستان، ولا تستطيع أن تسقط الحكومة الأفغانية في ظل الدعم الأمريكي والدعم الأوروبي والتواجد العسكري الأمريكي على أراضي أفغانستان. ولكن هذا لم يبدأ في التغير برأيك يا سيد حبيب؟ يعني ربما أتفق معك كثيرون في فكرة أن تحديد الفائز هذه ليست سهلة، لكن هناك الكثير من الآراء رأت أن تحديد الخاسر هو وسهل للغاية، وهي الحكومة الأفغانية الآن. سياسيا الحكومة الأفغانية هي أكبر الخاسرين، لأن الولايات المتحدة بدأت تنصرف عنها وتتجه أو تبحث عن حليف آخر. نعم، إذا نظرنا إلى القضية من هذا المنظور، ممكن أن نستطيع أن نقول أن الحكومة الأفغانية هي الطرف الخاسر، بمعنى الحكومة الأفغانية لا تشترك في هذه المفاوضات ولا تأخذ بزمام المبادرة رغم المطالبات التي طالبت بها منذ سنوات بأن تكون هذه المفاوضات عبر الحكومة الأفغانية، وهي المصدر الشرعي الذي يستطيع أن يدير هذه المفاوضات، وأن تكون المفاوضات أفغانية بدون دخول أي جهة أجنبية فيها. إذن فكرة ولكن الاستبدال هذه حقيقة، فكرة استبدال الحكومة بطالبان تعتقد أنها حقيقة فعلا؟ أنا لا أعتقد أنها استبدال بالكامل، ولكن على الأقل الحكومة الأفغانية همشت من هذه المفاوضات، وتم تهميشها من قبل الولايات المتحدة رغم الضمانات التي قدمتها الولايات المتحدة للحكومة الأفغانية. طيب، حسب تعبير الحكومة الأفغانية بأن تكون هذه المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وبين حركة طالبان وليس بين الولايات المتحدة. طيب، وحركة طالبان. معنى ذلك الولايات المتحدة لم تتخلى عن الحكومة الأفغانية بالكامل، ولم تستبدل الحكومة الأفغانية بطالبان، إنما تحاول أن تجد حلا وسطا، بمعنى أن ترضي حركة طالبان وأن تبقي الحكومة الأفغانية. طيب، هل الوصول إلى هذا الحل الوسط ربما تقبل وارد بجهود أو الولايات المتحدة؟ طيب، هل الوصول إلى هذا الحل الوسط وارد أو سهل يا سيد حبيب؟ ربما سنعود لهذه النقطة، لكن اسمح لي فقط أن أخذ بعض المشاركين هاتفيا. علاء عوض صار له فترة منتظر. علاء عوض سيد حبيب هنا يقول إن لم منتصر ولا خاسر، ربما إذا تحدثنا عن الولايات المتحدة وطالبان كلاهما حقق بعض المكاسب وأيضا خسر الكثير، ما رأيك؟ بالذات من كابول اختلف مع الأستاذ حبيب اختلاف كبير جدا، على أساس أن ما فيش منتصر أو ما فيش مهزوم. أقول للأستاذ حبيب أن المهزوم واضح جدا هو أمريكا. الضرورة اللي دعت أمريكا أنها تعمل مفاوضات مع طالبان
إلا لو كانت حاسة بهزيمة شديدة جدا. اللي خلى قطر تقوم بوساطة، وإحنا عارفين دور قطر اللي بتقوم به في المنطقة، يعني ها قطر ده سؤال مهم. ليه قطر؟ لأن قطر يعني جزء من الخارجية الأمريكية، تقدر تقول بينفذ مهام معينة في المنطقة. ده دليل على أن طالبان حققت نتيجة كبيرة جدا، هزمت القوة الأمريكية، وهتستمر في مقاومة الأمريكان لغاية ما يخرجوا. وفي الآخر الإدارة الأمريكية هتضطر مرغمة إنها تعمل اتفاق مع طالبان عشان تضمن وجود إن في أفغانستان قوة بتتحكم في الأرض، عندها سيطرة، ممكن تقوم ببعض الأدوار اللي بتقدم بتصب في النهاية بمصلحة الدولة الأمريكية. طيب، لكن الفوائد أو الامتيازات أو النصر الافتراضي الذي حققته طالبان مثلما تقول يا علاء، هل يمكن أن يوصلها للعودة لحكم البلاد، العودة لحكم أفغانستان؟ حضرتك لو هتسألني، لو حضرتك بتسألني عن قناعاتي أنا الشخصية، طالبان هترجع تحكم أفغانستان وهيكون ليها ممثلين ووزراء خارجية زي ما كان قبل كده في 2001 فنّب، وده شيء أكيد موجود وأكيد هيحصل لحتى التوقعات أنا الشخصية. طيب خلينا نشوف سيد حبيبي يتفق معاك ولا لا في نقطة عودة طالبان مرة أخرى إلى الحكم. سيد حبيبي، أنا أعتقد حركة طالبان لن تستطيع أن تعود إلى الحكم أبدا إلى أفغانستان كما كانت تحكم أفغانستان في التسعينيات من القرن الماضي. الوضع الإقليمي والوضع الدولي تغير تماما، وكذلك الوضع في دول جوار أفغانستان تغير تماما. الآن على الأقل هناك حكومة منتخبة، بغض النظر عن ضعف هذه الحكومة عن شرعيتها وعدم شرعيتها وما إلى ذلك، هناك جيش لهذه الحكومة وهناك قوات أمنية. صحيح هذه القوات تواجه مشاكل عديدة، بغض النظر عن هذه الأشياء بطبيعة المجتمع الأفغاني وبطبيعة التركيبة القومية في هذا المجتمع وبطبيعة التكونات والتكتلات السياسية في هذه المنطقة، لا تستطيع حركة طالبان أن تعود إلى الحكم. وإن عادت إلى الحكم، على سبيل المثال لو تخلت الولايات المتحدة عن أفغانستان ولو دعمت طالبان لتعود إلى الحكم، ستواجه هذه الحركة مشاكل كثيرة في المستقبل، وستواجه مقاومة شرسة من قبل شريحة كبيرة من الشعب الأفغاني كما واجهتها في التسعينيات من القرن الماضي. وهذه المرحلة المقاومة ستكون الأكثر دموية والأكثر قوة والأكثر شراسة مما كانت عليه في التسعينيات من القرن الماضي، نظرا لأسباب عديدة لا أستطيع أن أذكرها في هذا المجال الضيق. ولكن الولايات المتحدة في نهاية المطاف تحاول أن تقنع حركة طالبان أو مجموعة داخل حركة طالبان لتشترك في العملية السياسية في أفغانستان حتى تحفظ ماء الوجه في الولايات المتحدة. حبيب، هناك جناح أكثر تشددا في الحركة نفسه، يعني إذا كانت هي تحاول أن تستميل الجناح الذي يقبل بالجلوس معها، هناك جناح في الحركة ربما يأخذ الحديث بعيدا تماما لأنه أكثر تشددا ولا يريد تماما أن يفاوض الولايات المتحدة. سنعود لهذه النقطة، لكن فارس حباش من الأردن صار له وقت طويل يريد أن يشارك، تفضل يا فارس. مساء الخير أولا لك والمستمعين ومشاهدي البي بي سي. يعني بالبداية هو لابد من طرح هذا السؤال بإطار جدلي، وإن كان الحسم في تحديد المنتصر والفائز في المعركة ما بين أمريكا وطالبان هي صعبة ومعقدة لشيء ما، وربما بأن هنالك وقائع كثيرة ما زالت تتفاعل، يعني تفترض علينا تأجيل طرح هذا السؤال بهذه الصيغة. ولكن يعني باعتقادي المباشر بأن ما يجري من ما بين الأمريكان وطالبان من اتجاهات من مسار باتجاه التوافق والتسوية السياسية للوصول إلى اعتراف إن كان صح الوصف بأنه متبادل من قبل الأمريكان بطالبان، ومن أيضا الطالبان بالخط والمسار السياسي للأمريكان في منطقة في أفغانستان وبقية دول العالم، فإنه يفرض علينا
يعني فهم تفسيرات أخرى لمناطق توتر أخرى تحدث في العالم وخاصة بالشرق الأوسط. فكما تعلم بأن طالبان هي جزء من تنظيم جهادي عالمي يعني يتبنى مشروع للخلافة الإسلامية والدعوة الإسلامية والسيطرة على الحكم في دول إسلامية كثيرة، وبات الآن هو يعني التيار المناوئ لتيار شيعي موجود في المنطقة أو ما يسمى تيار إيران ودول وما تولد عن هذا التيار من تحالفات أبعد من التحالف الشيعي من روسيا وأطراف دولية أخرى أيضا. باعتقادي بأن هذه التقاطعات والانتدابات تفرض علينا قراءة يعني التحالف الأمريكي مع طالبان أو فتح الحوار والاعتراف بقراءة سياسية آنية، لأنه ثمت يعني حتى الدولة الحاضنة لهذا الحوار يعني تفترض علينا أن نقرأها ونفسر يعني احتضان قطر لهذه التوافق الأمريكي الطالباني. طب أنا مثل أنت أثرت نقاط كثيرة جدا يا فارس، حتى لا تتوه كل هذه النقاط أريد أن أعود ببعضها على الأقل للسيد حبيب. سيد حبيب، النقطة الأولى التي كانت قبل مداخلة فارس، فكرة تشكيل طالبان نفسها، يعني عندما نقول طالبان هي ليست طالبان واحدة، هناك معسكرات داخلها ربما كل معسكر يختلف عن الثاني كثيرا في طبيعة تفكيره بالطريقة المثلى للتعامل مع الولايات المتحدة. بالتأكيد هذه النقطة مهمة جدا. حركة طالبان ليست حركة موحدة، مع أن حركة طالبان تحاول أن تظهر نفسها بأنها حركة واحدة ويقودها زعيم واحد وقيادة سياسية واحدة، ولكن في الواقع الأمر ليس كذلك. هناك حمائم وهناك صقور داخل حركة طالبان كما في كل الحركات في العالم، وخاصة في الحركات التي تتبنى المنهج المصلح في محاربة العدو وفي محاربة الأجانب. أنا أعتقد هناك مشاكل داخل حركة طالبان، خاصة عندما بدأت الولايات المتحدة المحادثات السرية مع حركة طالبان، وتوقفت هذه المحادثات قبل سنة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان. سعد هناك جناح داخل حركة طالبان، وهذا الجناح المتطرف وهو الآن في حال الصعود وفي حال وهو الذي يملك القوة الأساسية داخل حركة طالبان. النقطة الثانية التي أشار إليها فارس يا سيد حبيب، النقطة الثانية التي أشار إليها فارس، لأن للأسف الوقت يعني يمر سريعا، النقطة الثانية فكرة ارتباط هذا الملف بملفات أخرى، وأشار إلى أن هناك مناطق أخرى مثل سوريا مثلا أو تنظيم أكبر يحمل فكر طالبان ربما يكون له تأثير على العلاقة القادمة ما بين الولايات المتحدة وطالبان. أنا لا أعتقد أن هناك علاقة وثيقة بين القضية الأفغانية والقضية السورية، وهناك تحليل أن الولايات المتحدة تحاول أن تتفق مع طالبان حتى تتفرغ لمعالجة القضية السورية، وربما الولايات المتحدة تحاول أن ترسل المقاتلين من أفغانستان ومن حركة طالبان والجماعات المتطرفة المتمردة مع حركة طالبان من هذه المنطقة ومن أفغانستان إلى سوريا لتقاتل بجانب المعارضة السورية المسلحة. أنا لا أعتقد هذا كثيرا، اولا باعتقادي القوى يعني ربما لا يوجد ارتباط في سوريا، وبالتالي الولايات لا يوجد ارتباط مباشر، ولكن وبالتالي الولايات المتحده تستطيع ان تتعامل مع كل هذه الملفات على حده. على حده، مظبوط. عبد المنعم الزهيري من النمسا، تفضل يا عبد المنعم. بالنسبه ان يعني انا اقترح ان نطرح على هذا الموضوع. اول مره السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا. يعني اولا الولايات المتحده الامريكيه على المستوى العسكري انتصرت على طالبان، وطالبان فقدت شرعيتها داخل المجتمع الافغاني، وكذلك هذا التنويه على ان الوهابيه والسنه والشيعه سينتصرون. انا اعطي الولايات المتحده الامريكيه تعهد منا بان هذا الفكر الوهابي راح يفشل وراح يسقط ويسحق تحت الأقدام، هذا شيء أكيد. أما الحل في أفغانستان فعندي مقترح واحد بس، تنمية الحكومات المحلية في المناطق خارج قندهار وحصر قندهار عسكريا واعتبارها منطقة عسكرية هو الانتصار الحقيقي اللي راح تحققه أمريكا إداريا لأنها انتصرت عسكريا. أما التنويه والتلويح بالسنة والشيعة، أعتقد الجيل الجديد العربي هو جيل منفتح وثقافي
وهذه الأفكار اللي طرحها القرضاوي وغيرها فاشلة وعقيمة وتدل على همدية هذا الإنسان. يعني نتمنى أن تكون الصورة بالشكل الذي توضحه عبد المنعم، لأن للأسف الكثيرون يقرؤون فيما يدور حولنا في المنطقة سيناريو مغاير تماما، أن هذا الصراع سيزداد ولن يقل. وأعطيك تعهد منا من مرة أخرى أكررها، على أن الشعب الأفغاني شعب متحضر، لأن عشت وياه في إيران. طيب، وهذه الافكار الطلبانيه فاشله، وهم يحاولون بعض الدول الخليجيه العربيه تحاول تروجها حتى تعطي ذريعه للقوى المتطرفه. طيب، في سوريا ان تنتصر. طيب، شكرا يا عبد المنعم، وجهه نظر واضحه. سريعا سيد حبيب، حتى لا نستثني جزء من المعادله، الرئيس حامد كرزاي، فيما يتعلق بالمستقبل، هل تعتقد انه خرج تماما من المعادله الان، معادله العلاقه ما بين بلد وما بين افغانستان والولايات المتحدة الأمريكية، أم كيف تقرأ علاقة الثلاثي هو طالبان والولايات المتحدة؟ نعم، الرئيس كرزاي بصورة طبيعية سيخرج من المعادلة بعد سنة وقل من سنة إسراء الانتخابات المقبلة، لأنه لا يستطيع أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية ولن يكون الرئيس الأفغاني بعد ذلك، وبطبيعة الحال هو خرج من المعادلة. ولكن القوة التي تعارض حركة طالبان وستأتي إلى الحكم أو سيكون لها تأثير على الساحة السياسية والعسكرية في أفغانستان وبيأتي إلى الحكم بعد الانتخابات المقبلة، ماذا سيفعل هذا مع الولايات المتحدة، والولايات المتحدة ماذا تفعل مع هذه القوة، وكيف ستكون العلاقة بينها؟ هذا هو السؤال الأساسي. أنا باعتقادي الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتخلى عن كل هذه الجماعات السياسية المعارضة للرئيس كرزاي، وهناك معارضة قوية داخل أفغانستان للرئيس كرزاي، وهذه المعارضة تعارض حركة طالبان بقوة، وهذه المعارضة تحاول أن تجد حلا سياسيا للقضية الأفغانية، ولكن حلا عادلا. وهذه القوة ترى أن هذه المفاوضات وهذه التحركات وهذه الجهود من قبل الولايات المتحدة والجهات الأجنبية سواء عربية أو غير عربية هي مؤامرة على أفغانستان، وهي مؤامرة على مصير الشعب الأفغاني. شكرا جزيلا سيد حبيب. سيد حبيب حكيمي الكاتب والمحلل السياسي من كابول، شكرا جزيلا لك. لكن من ضمن استعراض أرائنا، كاميرا نقطة حوار أيضا توجهت إلى عمان، سألنا هناك مجموعة من الأردنيين من خرج منتصرا في الحرب في أفغانستان، الولايات المتحدة أم طالبان؟ الإجابات جاءت كالتالي: صعب الحديث عن منتصر إذا ما علمنا أن ما يجري ربما يكون نوع من الانفتاح على بعض الحركات الإسلامية في بعدما سمي بالربيع العربي. أنا أجزم بأن المنتصر في هذه الحرب هو حركة طالبان، فقد صرفت الولايات المتحدة الأمريكية مئات المليارات في هذه الحرب المسعورة، ملايين الضحايا قتلوا من الأبرياء من الشعب الأفغاني ومن الشعب الباكستاني، والمحصلة الآن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية في قطر بالتفاوض مع حركة طالبان، فلذلك الخاسر هو كاد الأمة الإسلامية في هذه الحرب، والذي انتصر فعلا الذي يتفاوض معه الآن هو حركة طالبان. كلاهما خسران، برأيي الشخصي كلاهما خسران. الطالبان خسرت يمكن وجودها في أفغانستان، قل العملية سيطرتها في أفغانستان طبعا خلينا نقول راحت منها 70%، ليس لها، هي ما زال لها سيطرة في أفغانستان، لكن 70% من قوتها اختفت. وكذلك حتى القوات الأمريكية كمان عندك كل يوم تسمع فيه قتلة وفي عمليات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف موجودة في أفغانستان، فلذلك أنا بعتبر إنه الجهتين خسرانين، ما فيش رابح في النهاية. اللي ربحوا مع أطراف خلينا نقول مكسب سياسي كان للسياسيين الأفغان فقط لا غير. يعني لم ينتصر فيها هناك في أفغانستان إلا فقط الانتصار الظلم على أهل الحق، ولكن حقيقة في أفغانستان في النهاية يعني لم ينتصر أحد في النهاية بصراحة، لأنه في النهاية تضرر المسلمون في أفغانستان بشكل كبير جدا، والآن تتخلى أمريكا عن أفغانستان وتقوم بإقامة معاهدات سلام معهم بشكل آخر.
إذن من الأردن هناك رأي يرى أن الحرب الأمريكية في أفغانستان لم ينتصر فيها أحد، الكل خرج سواء الولايات المتحدة أو طالبان بخسائر. كيف يدور الحوار إلكترونيا؟ ما زال يتابع زميلي أحمد عبد الرازق. أحمد، إلى أين يمضي الحوار لديك؟ محمد، كما أشرت في مقدمة البرنامج فإن جل المشاركين في حوار اليوم وفي معرض ردهم على السؤال الرئيسي للحلقة وهو من انتصر في أفغانستان، الولايات المتحدة أم طالبان، يرون أن طالبان هي التي خرجت منتصرة من صراع دام أكثر من عقد من الزمن. لكن هناك تيار آخر في حوار اليوم لا يقل أهمية عن التيار الغالب ويقاربه في العدد، وهو يرى أن السؤال خاطئ في أساسه وأن الأولى أن يكون من الذي خسر في أفغانستان. هؤلاء يرون أنه لا فائز في حرب وأن الخاسر الأكبر هو الشعب الأفغاني. في جانب آخر يكاد ينعدم تقريبا أثر من يقولون بأن أمريكا خرجت فائزة من الصراع في أفغانستان، ويعرج آخرون على نقاط أخرى متفرقة ذات صلة بالموضوع. دعنا إذن نبدأ بأصحاب التيار الغالب يا أحمد، الذين قالوا أن الولايات المتحدة خرجت خاسرة، ماذا قالوا تحديدا بعض المشاركات؟ نعم محمد، خذ من هؤلاء باقر جواد، وهو يقول هنا على صفحتنا على الفيسبوك: المنتصر طالبان، والدليل هو قبول الأمريكيين التفاوض معهم رغم أن هناك قانونا في أمريكا يمنع التفاوض مع إرهابيين كما يقول صديقنا. عادل شمس يقول أيضا هنا: طالبان هي الفائزة بكل المقاييس، فرغم القلة في عددها وعدتها أقلقت أمريكا لعقود ومنعتها من تحقيق أهدافها وكبدتها العديد من الخسائر. سموئيل يوحنا أيضا يقول هنا على صفحة شارك برأيك: انتصرت طالبان المتحدة وخسرت أمريكا هيبتها أمام العالم، وذهبت دماء جيوشها وجيوش الحلفاء في مستنقع التطرف بلا ثمن، والحديث بالطبع لسموئيل حنا وليس لنا بالطبع. واضح أن الذين يقولون أن طالبان فازت لديهم حجة قوية كما عرضت، لكن ماذا عن التيار الآخر الذي قلت أنه كبير أيضا وهو الذي ذكر أن الجميع خاسر، ماذا قال؟ نعم محمد، وكما أشرت أنت، هؤلاء يرون أنه لا فائز في الصراع الذي شهدته أفغانستان. وخذ من هؤلاء مثلا أحمد كمال، وهو يقول على صفحتنا هنا على الفيسبوك: أعتقد أن السؤال يجب أن يكون من خسر في أفغانستان، والخاسر بالتأكيد يقول هو الشعب الأفغاني ولا أحد سواه. حمزة سيدي محمد يقول هنا أيضا: لا، أمريكا قضت على طالبان، والدليل على ذلك الهجمات الانتحارية التي لم تتوقف منذ عام 2002، ولا طالبان أقامت إمارتها الإسلامية، بل على العكس خسرت كثيرا على المستوى الشعبي. لا أعتقد أن هناك رابح، يقول محمد سيلا. يقول على صفحة شارك برأيك هنا: في الحروب هناك خاسرون دوما، فلا رابح في حرب أبدا. مارك شلهوب يقول أيضا هنا: لم ينتصر أحد، وإنما هناك خاسر واحد هو الإنسان الأفغاني. يعني مفهوم بتأكيد أن الإنسان هو الخاسر أو المدنيين هم الخاسرون الأكبر دائما. لكن حتى نكون منصفين، حدثني عن بقية الطيارات يا أحمد التي قلت أنها طيارات بسيطة في الحوار. نعم محمد، بالفعل قليلون من رأوا أن الولايات المتحدة هي التي خرجت منتصرة. لكن خذ منهم مثلا أبو جهاد الرفيد، وهو يقول هنا: أمريكا هي المنتصر الوحيد. علاء أبو عليلة يقول على صفحتنا على الفيسبوك أيضا هنا: المنتصر في كل الأحوال هي الولايات المتحدة، لأن أفغانستان ليست دولة بالمعنى الحقيقي، والرأي طبعا له. أمين الهيوي يقول أيضا على نفس الصفحة: ليس الأمريكيون بأغبياء، فلم يكونوا ليخرجوا من أفغانستان إلا بعد تحقيق أهدافهم، يقول محمد. طيب دعنا إذا نستمع أيضا لبعض الآراء التي اختارت ربما نهج وتعليق على جوانب أخرى. بالتأكيد دائما ما نجد بعض الآراء التي تخرج عن السؤال الرئيسي في حواراتنا. بالفعل محمد، والمشاركتان التاليتان تتضمنان نوعا من التحليل إن صح التعبير، إذ يقول صديقنا خالد عبد الحافظ هنا في مشاركة له: أمريكا هي من صنعت طالبان خلال الحرب الباردة لمحاربة السوفييت، وأتصور أن دخولها أفغانستان لم يكن سوى سيناريو مدبر
مع حركة طالبان، ربما طبعا هي إغال في نظرية المؤامرة. أحمد الرماوي يقول هنا أيضا: التاريخ يعيد نفسه، ففي سبعينيات القرن الماضي فاوض الأمريكيون الفيتناميين عندما شعروا بالهزيمة، وكانت المفاوضات تجري بينما صوت الرصاص لم يتوقف، وانتصر الفيتناميون في الحرب والمفاوضات معا، كما يقول أحمد الرماوي. وجهة نظر كذلك. أحمد، ذكرني سريعا بسؤال الاستفتاء رجاء. أذكر به محمد مجددا، وهو يقول: هل تعود حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان؟ نحن على موعد محمد معك ومع كل المشاهدين والمستمعين لمعرفة النتيجة في نهاية البرنامج. محمد، شكرا يا أحمد، سأنتظر وينتظر المتابعون بتأكيد نهاية الحلقة كي نعرف نتيجة الاستفتاء، لكن أيضا عبر الأقمار الصناعية تحديدا من واشنطن معي الأستاذة هيام نعواس، كبيرة محللي شؤون الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا في مجموعة سي للاستشارات. سيدة هيام، كما استمعت منذ بداية الحديث وحتى من مشاركات أحمد، أغلب الآراء تتجه إلى أن تقول أن الولايات المتحدة خسرت في الحرب على أفغانستان، بدأت بالفعل عندما قالت أنها ستتحدث مع طالبان، بدأت تقدم تنازلات وبدأت تعطي إشارات على أنها خاسرة. بالنسبة لو بوجهة نظر الإدارة الأمريكية في الحديث مع طالبان، بدك تنتبه أنه هذه يعني لسه بداية المفاوضات أو الحديث، لا فيش هناك أجندة واضحة، على الأقل الإدارة الأمريكية لم تقدم أجندة واضحة لسبب هذه المحادثات، لكن هي وضعت شروط أنه الطالبان لازم يرفضوا التعامل مع القاعدة، لازم يتقبلوا الحكومة الأفغانية كهي والدستور الأفغاني واحترام حقوق المرأة والأقليات، والأعضاء الطالبان اللي عم تتفاوض معهم أو ستتفاوض معهم الإدارة الأمريكية لبوا هذه الطلبات. هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للإدارة الأمريكية، للآن لم توضح وزارة الخارجية الأمريكية ما هو الهدف من الحديث مع الطالبان، هل هو الهدف أن حوار أفغاني، يعني هل الولايات المتحدة تعمل على أن تكون زي وسط بين الأفغان الحكومة وبين أفغان الطالبان؟ لأنه في النهاية بعام 2014 الولايات المتحدة وحلف الناتو سوف يخرج من أفغانستان وستعود أفغانستان للأفغان نفسهم، والمجتمع الدولي عنده تحفظ على الوضع السياسي والأمني لأفغانستان. طيب، لكن مجرد بداية الحديث مع طالبان يا سيدة هيام، ألا يعطي طالبان هذا شرعية سياسية على الأقل؟ يعني البعض قال إن هذا اعتراف سياسي مباشر بطالبان هكذا. هو طبعا يعني الإدارة وضعها كتير حساس من وجهة الرأي العام ومن وجهة نظر صورة أمريكا في المجتمع الدولي، أكيد يعني هيدي موقف وحركة مش سهلة بالنسبة للإدارة الأمريكية. لكن بدك تتذكر أنه أي حرب، الحرب دائما عند القواعد تبعها بس فيش فيها منطق، يعني بالنهاية الحل لأفغانستان هو حل سياسي وهو يجب أن يكون حل أفغاني. حركة طالبان داخل أفغانستان للأسف هي مش حركة من الخارج، مش هي القاعدة. الطالبان بالنهاية هم جزء من النسيج السياسي والاجتماعي للمجتمع الأفغاني، فأي حل يجب أن تتفاوض معهم. أنا بتهيأ لي الإدارة الأمريكية وتوصلت للاقتناع أنه هذا هي الطريق الوحيد لمحاولة الحل المشكلة الأفغاني داخليا. وبحب أعطيك كمان طيب background شوي. أنا بس اسمحي لي، لأن هناك عدد كبير من المتصلين يريدون جميعا أن يشاركوك الحديث معي. حسين وعائشة ويوسف وعلاء، الجميع يريد أن يشارك. عائشة من كندا، أريد أن أستمع لوجهة نظرها بداية. تفضل يا عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا. أنا في الحقيقة بقول إنه أفغانستان طالبان هي الفائزة، وفائزة بجدارة، لأنها وصلت للحاجة اللي هي عاوزاها، إنها أنهكت أمريكا اقتصادياً، وأمريكا كانت كل طوال السنين بتصرف بالمليارات، وبعد ما انتصرت طلع وصلت للحاجة اللي هي عاوزاها. الأساس إنه حسي الدليل المادي إنه حسي في محادثات جارية بين أفغانستان طالبان وأمريكا. السفير الباكستاني كان في الحكم قبل ما يتصل أفغانستان سهيل، قال عليه إنه في خمسة
من الكونتنامو الافغان القاعدين هناك. معناها يا عائشه للاسف الصوت شديد، ارداء اعتذر منك لان الاتصال ليس واضح، ارجو ان تحاول الاتصال مره اخرى، لكن انا على الاقل فهمت ما تريدين، وسانقل لي الاستاذه هيام النقطه ربما العريضه ان هناك اموال كثيره صرفت من قبل الولايات المتحده، ودعيني سيده هيام اضيف الى ذلك ارواح كثيره قتلت، جنود كثيرون قتلوا، واوضاع سيئه لدرجه ان بدا الحديث الان عن ماذا حققت، ماذا استفادت الولايات المتحدة إذا كانت خسرت كل ذلك وحاربت لسنوات طويلة والآن ترتد على ذاتها؟ ليكو، فيش شي جدال انه الحرب بافغانستان انهكت الاقتصاد الامريكي، على الاقل 500 بليون دولار يعني 500 مليون دولار الولايات المتحده على الاقل صرفت في افغانستان، على الاقل 3000 جندي امريكي قتلوا في افغانستان، في عندك جندي امريكي اسير حرب مع الطالبان، فاكيد يعني من ناحيه اقتصاديه ومن ناحيه عسكريه الحرب افغانستان 12 سنه اطول حرب في تاريخ امريكا يعني سببت انهاك للدوله، هذا لا جدال فيه. بس بدك تطلع كمان على تاريخ 2001 لما بوش قرر انه يروح على افغانستان ب 2002 كان الهدف انه قضاء على القاعده، محاربه طالبان لانهم ابوا القاعده وليس لانه الولايات المتحده كان عندها مشكله مع الطالبان في الاصل، والنقطه الثالثه هو القضاء على بن لادن. هل الاهداف الامريكيه تحققت؟ هل فككت القاعده؟ القاعده اضعفت، يمكن صعب القضاء تماما عليها لانه فكره ان هي ايديولوجي يعني. بس هل تم قتل أسامة بن لادن؟ تم قتل أسامة بن لادن. هل حركة طالبان بعض أفرادها يريدون تفاوض؟ يريدون تفاوض. هل أنا بتفق مع بعض المشاهدين أو بعض المشاركين في برنامجك أنه السؤال مش صح تقول من رابح ومن خسران، القضية هي بالنهاية قضايا مصالح ورؤية سياسية. لا شك أنه الإدارة الأمريكية السابقة تحت إدارة بوش لثمان سنين كانت تتخبط في أفغانستان، لا يعني لا يوجد جدال في ذلك الموضوع، لأنه في البداية كان عنده هدف وبعدين تغير الهدف إلى أنه بناء أفغانستان وتقديم الديمقراطية و و و طيب والآن ما الهدف يا سيدة هيام؟ يعني عين إدارة أوباما إلى أين تتجه؟ البعض يقول أنهم يريدون ربما أن يخففوا ضغوط على الولايات المتحدة في مناطق أخرى، وهناك من يقول أن كل ذلك حتى يضمنوا انسحاب آمن وهادئ في 2014. كل هذا الكلام صح، يعني بالنهاية 2014 أوباما، تذكر أوباما هو رئيس أمريكي منتخب من قبل المواطن الأمريكي، بمعنى أنه ما هي الوعود الانتخابية التي قدمها أوباما؟ أوباما انتخب مرتين، مرتين على البلاتفورم تبعه كان أنه نحن سوف نخرج من أفغانستان، فهو بالنسبة له بالنسبة للحزب الديمقراطي يجب أن يوفوا بوعدهم للناخب والمواطن الأمريكي بأنه الانسحاب من أفغانستان، هذه نقطة. النقطة الثانية، المواطن الأمريكي ما عنده الصبر، يعني احنا في عندنا في أمريكا attention deficit disorder، صعب أنه المواطن الأمريكي 12 سنة بأفغانستان ولا يجد أي نتائج ملموسة على الأرض التي يستطيع أن to identify with، أن يتعرف عليها، هذه نقطة. النقطة الأخرى الوضع العالم، يعني بالنهاية أمريكا الآن تحاول تتجه إلى الباسيفيك you know، إلى المحيط الهادئ، فبدك تحول المصادر العسكرية والاقتصادية لأماكن أخرى هي استراتيجية واقتصادية مهمة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في القرن الواحد. طيب ماذا عن بؤر الصراع؟ هل أيضا تتحول إلى بؤر جديدة؟ هذه نقطة لكن بعد مداخلة حسين الأعرجي من العراق. حسين. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام، يا اهلا وسهلا. بداية الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أكيد بالتأكيد تعرف من هي طالبان، طالبان التي قتلت، طالبان التي هدمت، التي هجرت، طالبان التي احتوت القاعدة، هذه القاعدة التي هجمت أمريكا في عقر دارها، هذه النقاط كلها يعرف الولايات المتحدة الأمريكية. في هذا التوقيت التفاوض مع طالبان لأي أسباب جاءت هذا التفاوض؟ أولا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تخرج من أفغانستان بحفظ ماء الوجه، تريد أن تحفظ ماء وجهها أمام الرأي المجتمع الدولي والدول العظمى الأخرى. التفاوض مع طالبان يعطي شرعية لطالبان، فتح مكتب لها في قطر، هذا اعتراف قطري بطالبان وبحركة طالبان. كما تعلمون في هذا التوقيت وما يحدث في سوريا لربما هناك ارتباط بهذه التفاوضات،
فمثلا الولايات المتحده الامريكيه اليوم تقوم بدعم الجيش الحر في سوريا، فبذلك يبدو كانها تقوم او تقف في صف الجماعات المسلحه من خلال دعمها لحركة طالبان، بخلال دعمها للجيش الحر. وبالتأكيد كلنا نعلم إذا بمجرد دعمها للجيش الحر هذه الأسلحة ستصل إلى الجماعات المسلحة، الجماعات المسلحة في طيب. في سوريا. حسين، واضح وجهة النظر يا حسين، لكن خلينا نسمع رد من الأستاذة هيام، وهي فكرة الأيديولوجية التي أنت ذكرتيها في البداية أستاذة هيام. هل تتخلى الولايات المتحدة الآن بسبب ضغط المصالح عن الأيديولوجية؟ يعني إذا وجدت واشنطن نفسها مضطرة أن تجلس على طاولة واحدة مع طالبان، ما الذي يمنع أن تجلس أيضا واشنطن مع جبهة النصرة أو حتى مع القاعدة أو مع كيانات أخرى كانت تعتبرها على قائمة التطرف والإرهاب من وجهة نظر أمريكي؟ بدك تفرق، يعني لما أمريكا راحت على أفغانستان هي اعتبرت أفراد من الطالبان الذين آووا أسامة بن لادن وحركة القاعدة هن جزء من الحركة الإرهابية، لكن دائما كان داخل أفغانستان سواء تحت إدارة بوش أو تحت إدارة أوباما أن هناك بعض الطالبان اللي هم الناس اللي بس عم بيحاربوا علشان لقمة العيش، عم تعطيهم يعني الناس الإيديولوجيين عم بيعطوهم فلوس عشان يحاربوا ضد الجنود الأيساف أو الجنود الأمريكيين. بس هذا لا يعني انه فيش هناك مخاطره للاداره الامريكيه، يعني اوباما عم بياخذ مخاطره رفيعه التهذيب في هالموضوع، يعني اذا صار في رد فعل عام سواء داخل الولايات المتحده الامريكيه خصوصا من الكونغرس او دولي ضد هاي الخطوه، خصوصا اذا ما نجحت، يعني لهلا احنا ما بنعرف اذا هاي الخطوه راح تنجح او لا، لكن بحب احط لك اياها باطار السياسه الداخليه لامريكا. هذا تاثير جون كيري، اوكي. جون كيري هو الوزير الخارجية الأمريكي اللي عنده علاقة جيدة مع كرزاي، إذا بتذكر إدارة أوباما لا يعني عندها علاقة on and off مع كرزاي، متوترة نوعا ما. جون كيري هو صانع القرار بوزارة الخارجية الذي لديه نوع من الاتصالات ونوع من الانتمسي يعني مع كارزاي، فربما هو يلعب بهذه الورقة وربما هو أقنع إدارة أوباما بأنه هذا هو يستطيع أنه بروكر ديل، يعني أنه يعمل نوع من المفاوضات معهم، لأنه بتذكر السنة الماضية بشهر 6 هيلاري كلينتون كان بدأ نفس القصة وصار في هناك ضغط. ده بالرغم من أن البعض يرى أن الولايات المتحدة تخلت عن كارزاي الآن، يعني كونها توجهت إلى طالبان هي تهمش الرجل تماما وتتخذ حليفا جديدا، هذا مخالف تماما لهذه. شوف هيدا يعني هيدا كلام حلو، هيدا كلام حلو للتلفزيون، يعني هذا كلام سكسي وسنسيشنال حلو، بس بالسياسه ما في ابيض واسود، بتعرف انت في بدك شوي رمادي، اوكي. ما في شيء قصه تتخلى عن كرزاي، كرزاي انه هو رجل منتخب لما عنده ولايته راح ينهيها، ماذا يعني بعد انتهاء ولايه كرزاي؟ هذا السؤال. هل ما زالت الولايات المتحده تعتمد كرزاي الحاكم الفعلي للولايات لافغانستان؟ هي ما زالت وتتحدث معه بدليل انه لما تفضل انا بس حابب اخذ بدليل لما ضغط، معلش في تاخر في الصوت يا استاذه هيام، عذرا، لكن مشاركه من يوسف من المغرب، تفضل يا يوسف. مساء النور. مساء الانوار، يا اهلا، تفضل. اذا تحدثنا بمنطق المنتصر والرابح فنقول بان الاداره الامريكيه هي الرابحه، واقصد بالاداره الامريكيه ليس اوباما او بوش بل الناس الذين يتحكمون في دوالب القرار الأمريكي من الاستخبارات وغيرها الذين لهم علاقة بشركات صنع الأسلحة التي يتم استهلاكها هناك. أما الخاسر فهو الشعب الأمريكي من ناحية اقتصادية، وأيضا عائلات الجنود الأمريكيين الذين ماتوا هنا، والشعب الأفغاني والأشخاص الذين يصدقون بأن طالبان هي عدوة أمريكا. هؤلاء هم الخاسرون في هذه المعركة. أعتقد بأن هذه العملية، عملية مفاوضات بين أمريكا وطالبان، هي فقط محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية. أولا هي مقبلة على خروج من أفغانستان في 2014، وبالتالي تريد أن تقول بأنها تركت المنطقة آمنة، هذا من جهة. من جهة ثانية إخراج طالبان من الجحور وإدخالهم ضمن المجتمع الأفغاني كمكافأة إن صح التعبير. طيب يوسف، شكرا جزيلا. سيدة هيام، سريعا، إذا 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 افترضنا أن هذا التأثير، هذه المحادثات ستمضي قدما في الفترة القادمة برأيك، أنت أكثر من مرة ذكرتي إذا ما نجحت هي لم تبدأ ولم نعرف بعد إذا كانت ستنجح ولا لا، هل يعني ذلك أن المؤشرات ربما تشير إلى احتمالية شديدة للفشل؟
طبعا في مؤكد انه في احتماليه للفشل ومؤكد انه يكون احتماليه للنجاح، مش رح نعرف الا لما تبلش المفاوضات. بس بدك تتذكر انه هلا بدهم لسه يعملوا سلسله من بناء الثقه، لسه في يعني اخذ وعطاء بين الموقف الامريكي وبين الطالبان، انه ماذا تعني هذه المفاوضات وايش سبب في هذه المفاوضات. بالنهايه لهلا البيت الابيض والوزاره الخارجيه لم توضح سبب الالتيميت جول، يعني بالنهايه كيف تعرف الاداره الامريكيه النجاح مع مفاوضات الطالبان. نعم. هيدي نقطة، بس أنا بحب أحكي على موضوع أكبر من هيك. طب بإجازة أرجوكي لأن الوقت تقريبا انتهى. يا أوكي فاين أوكي، بس إنه الدور القطري بإحضار الإسلاميين إلى الساحة السياسية، هذا كلام شفناه في ليبيا، عم نشوفه بسوريا، عم نشوفه في أفغانستان، بهذا نعم. شغلة كتير يعني مهم إن واحد يراقبها. نعم، وإحنا ربما سنخصص حلقة كاملة لهذا الموضوع في نقطة حوار. شكرا جزيلا يا سيدة هيام نعواس، كبيرة محللي شؤون الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا في مجموعة سي للاستشارات. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. ونتحول الآن سريعا إلى زميلي أحمد عبد الرازق، هو مازال يتابع الحوار أيضا إلكترونيا، وأريد أن يذكرني أيضا بسؤال الاستفتاء وكيف جاءت النتيجة. محمد، أذكر مجددا بسؤال استفتائنا لليوم، وهو يقول: هل تعود حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان؟ النتيجة حتى الآن تشير محمد إلى أن نسبة 62% قالوا نعم، في حين قال 38% لا. وأنوه محمد كالعادة إلى أن النتائج تعكس آراء المشاركين فقط ولا تمثل بحال من الأحوال قياسا للرأي العام. محمد، شكرا جزيلا يا أحمد. تستطيعون أن تغيروا هذه النتيجة بمشاركتكم أنتم على موقعنا bbcarabic.com. لكن نقطة حوار انتهت. كل التحية مني أنا محمد عبد الحميد، وإلى اللقاء.